فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يصف بجانبي أحيانا أطفال صغار أعمارهم 5 أو 4 سنوات، فهل تصح مصافتهم أم يكون الصف منقطعا؟ الصحيح أن من صحت صلاته صحت مصافته، فإذا كان الطفل بلغ سن التمييز صحت صلاته تصح مصافته، هذا هو الصحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.